السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. رجعنا لكم فيديو جديد وتجميعة جديدة. على بالي بلي نسيناكم خلاص الايامات هذو في التجميعات، مي الله غالب راكم على بالكم من الاسعار وين راهم واصلين. يعني مستحيل تقدر تحصل تجميعة في الوقت الحالي بالسعر المطلوب وبالاداء المطلوب. والتجميعة تاع اليوم ان شاء الله راهي تاع احد الاصدقاء، يعني جاء عندي وقال لي يا رؤوف راهي تخصني تجميعة تكون تمشي للالعاب الضخمة كيما جي تي 5، فورزا 4، ذا ويتشر 3 والى اخره، ويكون سعرها ما يتعداش 75000 دينار جزائري، يعني 7.5 ملايين. وكيما على بالكم تجميع بالسعر هذا امبوسيبل، تقدر تجيبها مع كارت شاشه خارجي. وفي نفس الوقت الصديق هذا ما حبش على التجميعات القديمه من انت اللي تجيب بمواصفات مقبوله نوعا ما لكن قديمه، وايضا راح تجي مع كارت شاشه خارجي لكن ايضا قديم، ومع انه الاداء تاعهم راح يكون مقبول في معظم الالعاب لكن المشكل الوحيد تاعهم هو ما تقدرش تطورها مع الوقت. لذلك بقى امامنا حل واحد فقط وهو معالجات رايزن اللي تجي مع كارت شاشه مدمج. وكما كان الحال اتصلنا مع محل سي او جي انفورماتيك، سقسيناهم على معالج رايزن 5 3400 جي اللي يجي مع كارت مدمج الفيجا 11، قالوا لنا غير متوفر. زدنا سقسيناهم على رايزن 3 3200 جي اللي يجي مع الفيجا 8 وايضا قالوا لنا غير متوفر. ومن بعد اقترحوا عليا هذا المعالج من شركه رايزن الجيل الرابع واللي هو رايزن 3 4300 جي او. وللعلم اخوتي المعالج هذا تقريبا راهو نفس الرايزن 5 3400 جي لانه يحملوا تقريبا نفس المواصفات. الرايزن 3 4300 جي وراح يجي بسرعه تاع 3.5 جيجا هرتز وتصل الى 4 جيجا هرتز، فيه 4 انويه و 8 مسارات، ويصل استهلاك الطاقه فيه الى 35 واط. وياتي هذا المعالج مع ستوك كولر الخاص ب AMD والذي سوف يكون جد كافي لتبريد هذا المعالج. قمنا باختباره على برنامج سينا بينش R20 وحقق 439 نقطه في السنجل كور و 2285 نقطه في الميلتي كور. اما اختبار درجه الحراره اللي قمنا به في منتصف الليل، حيث قمنا بالضغط على المعالج باستخدام برنامج ايدال 64 الى اقصى درجه لمده 20 دقيقه، وبلغت درجه الحراره الى 65 درجه مئويه، وتعتبر نتيجه ممتازه جدا. اما في وضع الخمول كان مستقر في 25 درجه مئويه. اما سعر هذا المعالج راه يتراوح لهنا في الجزائر بين 32000 دينار جزائري الى 33000 دينار جزائري، يعني حوالي 3.3 ملايين. اما الكارت المدمج اللي راح يجي مع هذا المعالج هو الفيجا 6 والاداء تاعها مقارب جدا للفيجا 11، ممكن راح نلقاو فارق تاع 2 فريمات او 3 فريمات فقط في بعض الالعاب. وفي الوقت الحالي يا خوتي انسى باه تقدر تشري معالج رايزن وحده لانه يتباع فقط مع التجميعه، وهذا بسبب المستوردين اللي راهم يفرضوا على اصحاب المحلات انهم يشريوا هذا المعالج مع الكارت مار ومع الباور سبلاي والى ما ذلك. يعني لازم كي يشري هذا المعالج يحتم له عده قطع معاه والله ما يبيعلوش، وهذا هو السبب اللي خلى اصحاب المحلات يبيعوا هذا المعالجات مع التجميعه فقط. وقبل ما نتكلموا على القطع المتبقيه في هذا التجميعه، حبيت نعطيكم ملاحظه صغيره. جميع القطع اللي راح نذكرها في هذا التجميعه مختاره من صاحب المحل، لانه صاحبي كانت الميزانيه تاعو شويه محدوده. لذلك انت اللي راك تشاهد فينا اذا كنت حاب تدي نفس التجميعه وما عجبتكش اي قطعه في هذه القطع اللي اخترناهم في هذا التجميعه، راك تقدر تغيرهم عادي جدا، سواء المذر بورد ولا الباور سبلاي ولا اي قطعه في هذا التجميعه. والان ننتقل الى القطع المتبقيه ونبدا بالمذر بورد. المذر بورد اللي جات مع هذا التجميع هي الاسوس الاي 520 امكا مايكرو اي تي اكس، تدعم زوج ملفات الرام بسعه تصل الى 64 جيجا دي دي ار 4 وبسرعه تبدا من 2133 الى 4600 ميجا هرتز، بالاضافه الى منفذ ام دي 2 بسرعه تصل الى 32 جيجا بايت في الثانيه. اما المنافذ اللي راح تدعمهم هذا المذر بورد، عندنا اربع منافذ اي اس بي 3 جيل اول، واسفلهم مباشره راح نجد مدخل في جي اي ومدخل اتش دي ام اي، واسفلهم يوجد زوج منافذ اي اس بي 2.0 بالاضافه الى منفذ لان الخاص بكابل الانترنت. وسعر هذا المذر بورد حاليا في الجزائر راهو يتسوى 18500 دينار جزائري، يعني 1850000. وهكذا نكونوا ذكرنا جميع القطع الاساسيه. بقات لنا الرامات، واخترنا قطعه واحده من شركه توين موس بسعه 8 جيجا دي دي ار 4 بسرعه 3200 ميجا هرتز، يعني التجميعه هذه راح تمشي لنا سنجل شانل فقط. والسبب هو المذر بورد لانه فيها زوج منافذ للرام فقط، وصاحبي اللي هنا راهو رايح يزيد رام
واحدة أخرى باش يستفاد من خاصية دور تامن في معالجات هرايزن. أما التخزين اخترنا لهنا SSD بسعة 128 جيجا من شركة باتريوت، أكيد راح يكون مخصص للنظام فقط باش يكون PC تاعنا خفيف عند الإقلاع. وصاحبي ثاني لهنا عنده PC قديم فيه بالك HDD فيه 320 جيجا ولا جربناه لقيناه يمشي، يعني راهو مركبو حاليا في PC تاعو يديباني به خصو لي الألعاب، ومع الوقت إن شاء الله راح يطورو ويجيب على الأقل 1 تيرا باش يخصو لي الألعاب كما على بالك من الألعاب الحالية المساحة تاعها جد ضخمة. بقات لنا آخر قطعة واللي هي الباور سبلاي، ودائما ننصحكم أنكم ما تسترخصوش في هذه القطعة، لأن هذه القطعة بالذات جد مهمة في PC تاعنا، يعني إذا شريت باور سبلاي خردة ممكن تتحرق لك وراح تحرق لك PC كامل على جال 300,000 هذيك زيادة. ورغم كل النصائح هذو اللي راني نقدم لكم فيهم إلا أنه صاحبي لهنا ما قدرش، يعني كان على الحديدة من الأخر ما قدرش يجي باور سبلاي من شركة معروفة، لذلك راح اختار مباشرة باور سبلاي رخيصة شوية من شركة توينز فيها نورمالمو 750 واط، وأكيد 750 واط هذه خوتي ما دنقوش ليها خلاص لأنه راهي وهمية وغير حقيقية، يعني لو كان نجيبوا الباور سبلاي هذه ونديروا لها اختبار الماكسيموم تاعها راح تمد لنا حوالي 250 واط إلى 350 واط، وعلى العموم راح تكون كافية لتشغيل هذا التجمعة في الوقت الحالي فقط، يعني إذا ضفت كارت شاشة خارجي إجباري لهنا عليك أنك تغير هذا الباور سبلاي وتجي باور سبلاي أخرى تكون من شركة معروفة. والقطع هذو كامل وضعناهم في كيسة من شركة جيم ماركس، يجي بمروحة واحدة RGB وخامة التصنيع فيه تعتبر متوسطة، والمشكل الوحيد اللي فيه من الخلف عنده مكان ضيق جدا ما راح تقدر دير عليه كيبل مانجمنت خاصة إذا كانت عندك كابلات كثيرة. واسمحوا لي خوتي ما ذكرت لكمش الأسعار تاع القطع الأخيرة لأني ما كنتش على بالي بالأسعار تاعهم في وقت تصوير الفيديو. والآن راح نجيو لأهم نقطة وهي اختبارات الألعاب، ولهنا خوتي باه تكون عندنا مصداقية أكثر قمنا باستبدال الرامات في هذا التجميع من سينجل تشانل إلى دول تشانل هكذا باه تحصلوا على الأداء الكامل للكارت المدمج. وكما على بالكم لو كان استعملنا سينجل تشانل فقط راح تكون الفريمات جد منعدمة. ونبدأ بأول لعبة معنا فورزا 4، قدرنا نشغلوا هذا اللعبة على دقة 1080p في إعدادات منخفضة، وكانت عدد الفريمات تتراوح بين 48 إلى 55 فريم، أما متوسط الفريمات كانت على 52 فريم. أما على دقة 720p قدرنا نحصلوا على عدد فريمات يصل إلى 77 فريم. اللعبة الثانية The Witcher 3، وأيضا قدرنا نشغلوا هذا اللعبة على دقة 1080p في إعدادات منخفضة، وكانت تراوح عدد الفريمات بين 21 إلى 24 فريم، أما على دقة 720p قدرنا نتحصلوا على عدد فريمات يصل إلى 40 فريم. وآخر لعبة معنا Red Dead Redemption 2، قدرنا نشغلوا هذا اللعبة على دقة 720p فقط في إعدادات منخفضة، وكانت تتراوح عدد الفريمات بين 27 إلى 31 فريم، لكن واجهتنا بعض المشاكل مع هذه اللعبة بحيث في معظم الأوقات توقف اللعبة تلقائيا وتخرج لسطح المكتب. كانت هذه معظم الالعاب اللي جربناهم على هذا التجميعه، وسمحوا لنا كما جربنا لكمش الالعاب تاع الاي سبورتس لانه كما على بالكم اخوتي الانترنت الخارقه تاعنا ما تسمح لناش بذلك وخاصه الانترنت اللي عندي. وقت نكون وصلنا لنهايه الفيديو نتمنى تكون عجبتكم الحلقه تاع اليوم، ثاني اي استفسارات او اقتراحات اكتبوهم لنا في التعليقات، وفي الاخير ما تنساوش تدعمونا بالضغط على زر الاعجاب. اذا كنت غير مشترك في القناه لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل ميزه الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد. And سلام.